الحقيقه الشغل كله اللي انتم شايفينه ده المركز الاعلامي بتاع الاهلي هو اللي عمله، والكابتن طارق سعيد جدا لانه كانت فيه تغطيه ومتابعه وفريق عمل معاكم من اول يوم لاخر يوم. دي حقيقه دي حقيقه، دي حدث بالنسبه لنا جديد. لو هي البطوله من بدايتها حدث ان يسافر مدير الفريق ومعاه كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي عشان يامنوا على الفندق كويس قبل ما تسافر بيومين. حلو قوي، دي برده جديده في العاب الصالات. ان وفعلا دي حقيقه، الناس الفرق الاخرى احنا على الجروب بتاع الاتحاد التنزاني الناس بتشتكي الفندق وحش ومفيش اكل. احنا النادي مشكورا بنشكر فيه مجلس الاداره ان هم وافقوا ان احنا نقعد في فندق على حساب النادي بتكلفه اعلى. والله دي حاجه جديده وبنشكرهم، بشكر كابتن خالد عليها لانه قعد يومين بيلفوا هو وكابتن ماجد على اوتيل يريحوا فيه البنات. نعم دي جديد علينا يعني. خليني بقى اسالك من تدريب الرجال والولاد وخدت نفس التصفيات دي مع الرجال صح؟ مع الولاد 2018 صح؟ 2018 وفي تنزانيا برضو؟ في تنزانيا. إلى بقى نادين ومرال وتمارا وكل الأسماء الجميلة دي. الأول اترددت شوية إنك تقبل؟ أنا اتسألت قبلها بفترة. أيوه. لو مرنت بنات ولا لأ؟ فأنا تحت أمر النادي ما أقدرش أتكلم، حتى قلت لعلي هاشم يعني أنت عارف اللي أنا اتسألت وبتاع. ولما جه بقى موضوع رسمي علي قدم استقالته كلموني كابتن علي هاشم المدرب اللي كان قبل الكابتن طارق. نعم، وبعدين اخوه عمر هاشم موجود دلوقتي ماسك موجود يعني حبيبك جميل. عمر ده حبيبي طبعا. كابتن رؤوف كلمني قال لي بيتك، رؤوف عبد القادر مدير نشاط رياضي في الوقت ده. نعم. قال لي بيتك يناديك. نعم. قلت له امر كابتن رؤوف. قال لي كابتن علي قدم استقالته ومجلس اداره كذا. قلت تسيبني ساعة بس أفكر. ساعة كتير ساعة أفكر. النقلة ما بين البنات والولاد. الله يرحمه معالي الوزير العمري يعني إيه كابتن رؤوف قفل. لقيته وراه هو بيكلمك أو بيقابلك. دقيقة. دقيقة. قال لي يا كابتن ما فيش حاجة اسمها ساعة ديني، ده تكليف. نعم. وأنت حضرتك عارف إحنا في النادي الأهلي خلاص أنت مسير. حاضر يا كابتن ما فيش مشاكل والدنيا تمام. يعني الموضوع جه كده. نعم. يا مكالمة تكليف حاضر يلا تمام، ما اقدرش اقول للنادي لا. كنت متوقع النتائج الجيدة اللي حصلت دي، خاصة كان جالنا دروب شوية قبلها. والله كابتن احمد انا واثق في شغلي جدا. البنات مش غراب عليا، انا متابعهم بحكم ان انا بتفرج قاعد في النادي على طول. الاضافات اللي انا ضفتها في نهاية السيزون ميرال وكان في اكتر من واحدة معاها، الفرقة كان قوامها كويس جدا مع شغلنا الحمد لله رب العالمين. يعني مش عايز اقول ثقه او لا، في ثقه في الشغل، في ثقه في الولاد. والموسم الاولاني كمان بدون هزيمه يعني انت كسبان بفضل الله كل الماتشات بدون وبسكور حتى الفاينل. فدي ده حاجه ايجابيه لشغلنا، ايجابيه بشكر عليها البنات. مش عايز اقول متوقعه لان احنا كمان اتخدمنا ان الفاينل ما كانش مع سبورتنج. نعم. الفاينل كان مع الجزيره، عمل مفاجاتين في الكاس وفي الدوري، تخرج سبورتنج من البطوله. نعم. فنوعا ما كان كمان الفاينل شفنا مع سبورتنج في الباسكت اهلي وزمالك. اهلي وزمالك بالظبط كده 50 50 يعني مره هم يكسبوا مره انت تكسب. هو بيدفع وبيجيب لعيبه كويسه وبيجيب محترفين كويسين بيجيب فبقى الموضوع ايكوال. انما احنا الحمد لله البنات على قد المسؤوليه، واحنا الحمد لله يعني الواحد عنده ثقه في نفسه في شغله. صحيح. هم عمرهم نفسهم لو اي حد سالهم ان احنا حاسين داخلين جيم قلقانين منه عمرها ما بانت علينا حتى لو الجيم جامد. انا ده طبيعي حتى في شغلي مع البنات انا بغرزه فيهم. المحلل النفسي اللي معاك عامل شغل كويس او أكيد. المحلل النفسي الجهاز كله انا محتاج اتكلم عنه واحد واحد. قول. يعني انا حظي كويس. نعم. الجهاز الفني انت اللي اخترته ولا النادي اللي اختاره؟ هو كان موجود مع كابتن علي هاشم. نعم. وانا علاقتي بيهم هرجع اقوله تاني، كابتن طارق مدير فني، كابتن ماجد فوزي مدير فريق، مدير الفريق، كابتن كريم عبد المنعم مدرب عام، كابتن علياء جمال مدرب، كابتن محمد الشرباجي محلل تقني، كابتن نجاح ربيع اداريه، كابتن دكتوره مروه الحسيني طبيبه، دكتوره مي القاضي اخصائيه تاهيل نفسي، دكتوره فاطمه برعي اخصائيه علاج طبيعي، كابتن سعد ابو اليزيد عشماوي مدرب لياقه بدنيه، كابتن ايمان جمال مدلكه. اخدهم كده بالترتيب. نجيب ماجد عشان هو مدير الفريق. رزقي في الجزء البدني معايا حد السنه دي متخصص. كابتن سعد. نعم. راجل محترم جدا يعني من افضل الناس اللي مسكوا معايا في الجزء البدني. العلاج الطبيعي دكتوره فاطمه البرعي. جينيوس.
حياتها كلها طب الفرقه المصابين. يعني انا على مدار لعبي والمنتخبات وانا مدرب حتى في المنتخبات ما شفتش حد بيشتغل مع لعيبه بال 8 9 10 ساعات في اليوم. فرزق ان يجي لك حد كمان متميز.